لوحة فنية بالحجارة تحكي قصة 5 سنين مضت من عمر الثورة السورية، مجهود أيام وليال طويلة ترجم هنا إلى بانوراما أبدعتها أيادي أبناء مدينة كفرنبل ضمن فن عريق ازدهرت به المدينة، فن الموزايك. حبينا نحن نفرج للعالم ونوثق للعالم من كاميرا المصور والصحافي للحجر، نوصل للعالم أنه كيف معاناة الشعب السوري من 5 سنين لوقتنا الحالي، انه معاناة الشعب من بداية الثورة لوقتنا الراهن، توثيق عملي، توثيق من الصورة من الألوان الزيتية للحجر، عملية توثيق. اللوحة تم افتتاحها والكشف عنها ضمن احتفالية حضرها عدد من نشطاء الثورة والإعلاميين وقادة في الحراك الثوري والجيش السوري الحر. تخلل الحفل كلمات للمشاركين حول أهمية هكذا أعمال. بالنسبة للوحة البانوراما أخذت معنا وقت حوالي 60 يوم، طبعا عم بيعملوا فيها شيء 30 فنان تقريبا. اللوحة هي عبارة عن 24 متر ونص متر و 13 سنتي، ففيها عدد الحجر ما يقارب المليون. لا طبعا اللوحات الصغيرة بتكون أسهل بكتير لأنه موضوعها محدد، بينما اللوحة الكبيرة بتحكي مسيرة 5 سنين للثورة السورية، فإجباري بدي يكون فيها صعوبات. والحمد لله التسهيلات من المؤسسة كانت جيدة جدا وساعدتنا كتير في وكل الدور إلها أنه ساعدتنا ننجز هالعمل هذا. طبعا احنا اشتغلناها بوعينا وفكرنا الثوري، انه حسينا حاولنا عملنا شيء لما عملنا هاي البانوراما للثورة، انه جسدنا الثورة على الارض من خلال هاللوحة. شخصيات غابت عن المشهد السوري ولكنها بقيت في ذاكرة وضمير ابناء الثورة، فكانت حاضرة في اللوحة بالاضافة الى شخصيات لها حضورها في ميدان الثورة، وما فتئت تقدم الدعم للشعب السوري الثائر ضد نظام الأسد، فمنها ناشطون حملوا الثورة على عاتقهم، ومنها إعلاميون كان صوتهم وكاميراتهم سلاحا فتاكا في وجه الظلم، ومنهم من أسس لبناء الجيش السوري الحر. رسمنا أسطورة عبرت عن ما حدث لنا خلال 5 سنوات على مرأى ومسمع من العالم، قاطبة أمام حقوق الإنسان، أمام مجلس الأمن الدولي، كل من يتشدق بالديمقراطية. وها هي اللوحات ستترك وستبقى شاهدة على إجرام هذا النظام، خطت بدمائنا وبحصيات بيوتنا. حملت اللوحة بين جنباتها رسائل وصور عديدة تحكي قصة شعب عانى كل أنواع القهر وكافة أشكال الموت وسط صمت عالمي، لتبقى هذه الحصى شاهدة على ثورة شعب تخلى عنه العالم. تعتبر هذه اللوحة من أكبر اللوحات الفسيفسائية في تاريخ كفرنبل، حيث تحكي قصة الثورة السورية على مدار 5 سنوات، وقد تم ترشيحها لتدخل كتاب جينيس للأرقام القياسية بحسب القائمين على العمل. محمد الفيصل، أورينت نيوز، مدينة كفرنبل.